يقول السائل: لي زميل أسكن وإياه في غرفة واحدة وهو لا يصلي، وإذا تكلمت يقول لي زميل أسكن وإياه في غرفة واحدة وهو لا يصلي، وإذا تكلمت معه ونصحته يغضب على ذلك ويقول إن الله سيغفر لي حتى ولو لم أصلي. أسأل الله العافية. فأقول له: إن فعلك هذا كفر. يقول: هل قولي هذا صحيح؟ نعم، قولك هذا اللي يصر على ترك الصلاة لا شك أنه كفر، هل أصر على تركها فإنه كافر، أن من ترك صلاة متعمدا يحكم عليه بالكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، أما من تعمد تركها لم ينسها ولم ينم عنها تعمد تركها فهذا يكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أيهما أعظم حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. نعم.